كاينه واحد المقولة قالها واحد العالم نسيت اسمه، الا عرفتي المصدر ديال الخوف ما غتبقاش خايف. وداكشي علاش كلنا كنخافو من بوعو، حيتاش ما كنعرفوش بوعو شكون. كون عرفناه كنا غنتنمروا عليه. anyway، الموضوع ديال هاد الحلقه هادي هو علاش كنخافو من الامتحان، وشنو اللعبات اللي نقدو نديرو باش نعتقو راسنا من هاد جهنم الخوف. هاد الخوف بعدا تيشد في الامتحانات الكبار بحال الوطني ولا الجهوي ولا الناس ديال باك حرم اللي كيدوزو، فتيكون واحد شوية ديال الخوف اللي عبارة على تصورات كتجيك باللي راه تقدر توقع شي حاجة ما هياش، وكتضيع بزاف ديال الوقت في انك كتفكر في شي حوايج وما غيوقعوش، وحتى الا وقعوا ما غاديش يكون عندهم واحد التأثير كبير. اوكي، منين جاي الخوف؟ الخوف جاي من واحد التركيبة معقدة كاينة في الأعصاب ديالنا. هاد الخوف شي حاجة اللي مثيرة، شي حاجة اللي كتملك واحد النسبة كبيرة في الجسم ديالنا، في الدماغ ديالنا. هاد الخوف هو وهم، هو واحد الوهم اللي لاصق في الدماغ ديالنا تخلينا نشوفو الواقع بنظرة اللي ماشي صحيحة، اللي ما كايناش في الواقع. ومن آلاف السنين كانوا الناس كيخافوا من حاجة واحدة، الموت. علاش؟ حيتاش كيبغيو الحياة. ولكن ملي كنهضروا على الامتحان كاينين شي حوايج بغيت نقولهم لك في هذا الفيديو هذا باش ديرهم في الدماغ ويبقاو معاك وما تحش بالخوف ديك الوقيته اللي كتكون قبل من الامتحان. اول حاجه، بدا المراجعه بكري، ما تخليش المراجعه حتى الاخر، ما تخليش المراجعه حتى الاخر 15 يوم او لاخر سيمانه او لاخر نهار زعما ولا يومين. فاللي دير هو انك تبدا شويه بكري باش كتحس براسك راك موجد شي حاجه لهذا الامتحان هذا، حتى نفسيا كترتاح باش كتحس براسك وجدتي المده هذه، ماشي عاد غادي تبدا والستريس وتتسول باش غتبدا. ديجا عندك واحد البلان دايره، ونقدر نجزم لك باللي هذا هو السبب الرئيسي اللي تخلي الناس تخاف. لان فاش كيشوف الانسان راسو بدا معطل، حتى نفسيا تتجي واحد الكآبة، كتجيه علاش ما بديتش بكري. دونك اي واحد تسمعني انا كنصحو يبدا دابا، من دابا عندك تقريبا شحال، عندك 8 شهور. 8 شهور ماشي غير كافيه، 8 شهور تقدر تصاوب فيها لقاح ديال شي فيروس الا بقيتي تترشيرشي بزاف، فما بالك انك تستثمر هاد 8 شهور هذه كامله في الامتحانات وفي الوطنيات، وكل مره تاخذ شي شويه من يعني الا خدمتي كل نهار غير ساعه مثلا ولا نص ساعه، كتاخذ كل نهار نص ساعه من هنا حتى لذاك النهار ديال الوطني، امبوسيبل يجيك ستريس، وغادي تمشي فاهم تقريبا كل شيء، كل شيء بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هاي 5 دقائق في النهار، الا حسبتيها من هنا لتما راه تعطيك بزاف ديال السوايع. فهذا هو الحل للناس اللي تيجيهم الخوف من الامتحانات، هذا هو الحل، ابدا بكري. اما انني نقول لك شي حاجه اخرى، صعيب نقول لك شي حاجه اخرى، لان الخوف تيجي من سبب واحد هو تاخر، بحال قلتي سالت الحياه، وهذه الفكره غلطه هي نوعا ما، ان تقدر حتى في الاخر تسلك، ولكن ديك النفسيه ديال سالت الحياه اللهم تحيدها من هذه اللعيبه هذه. صوب واحد الخطه، واحد البلان، خطط مزيان باش غتبدا، باش غتسالي، وكل حاجه شحال تخلي لها من الوقت في النهار، وخطط مزيان، حتى الخطه كتلعب دور في هادشي هذا. ففوالا، هادشي اللي بغيت نقول لك. وهاد المشكل ماشي الا كنت انت كتعاني منه، راه ماشي غير انت، يعني اللي كان عندك تجارب سابقه كل شويه كل قبل يعني بشي شويه من الامتحان كيجيك الخوف. فبهاد الطريقه هادي ديال انك تبدا بكري، هذه هي اللي غادي تنفع معاك باش ما عمرك تخاف من شي امتحان. بدا بكري باش تسالي بكري وتوصل وصافي، يعني بقى لك دوك الايام تتبقى مرتاح فيهم، هي كتراجع شي شويه وصافي. اوكي، هادشي اللي بغيت نقول في هذا الموضوع ديال الخوف من الامتحانات. شكرا على الاستماع، نتلاقى في الفيديو الجاي، باي باي. عرض الجهوي مفتوح دابا، الى عندك الجهوي هاد العام او لا عندك باك حر علمي وبغيتي توجد الجهوي، هاد العرض غادي ينفعك بزاف. فيه المواد بربعة: الاجتماعيات، التربية الإسلامية، العربية والفرنسية. المواد ديال الجهوي كاملة في هاد العرض.
غادي نشرح الدروس كاملين في فيديوهات على طول السنة. هتستفد من شرح الدروس وشرح الروايات والمنهجيات كذلك. سواء عندك سيزيام يعني ولا باك علمي أو لا عندك باك حر علمي غادي تستفد من هذا العرض. اللي يحب يتسجل في العرض ديالنا يتواصل مع هذا الرقم على الواتساب وغيجاوبك على طريقة تسجيل وكلش. غنكون معاك على طول العام حتى النهار ديال الجهوي.